وقت بتجي لعنا مريضة عم تعاني من آلام مزمنة بالحوض، عادة أول شيء بنعمل معها هي المقابلة الطبية، نسأل عن العوارض اللي إلها، إذا عندها تقل بالحوض، إذا عندها وجع بالحوض، إذا عندها حريق بالحوض، إذا عندها حريق متكرر على البول. كل هالمؤشرات هيدي بتدلنا إنه يمكن يكون عندها دوال الحوض والمبيض. لحتى نتأكد من التشخيص، عادة بنعمل صورة مغناطيسية للحوض مع مادة ملونة ببين عنا الأوردة المنتفخة بالحوض، بيأكد التشخيص إنه هيدا دوال الحوض والمبيض. بعدها منروح لمرحلة العلاج. هلا حكينا على العلاج بشكل طويل سابقا، ولكن بالعلاج المريضة وقت اللي منحط الميل بالدوالي ومنبلش نسكرون تنوجع أو بصير عندها العوارض اللي بصير عندها يوميا، وهذا الشيء كتير مهم، لأنه هذا الشيء بيدلنا أنه الأوجاع اللي عندها من وراء الدوالي ونحن عم نعالج المحل الصحيح اللي عندها.